فرحتونا وقواكم الله يا المنتخب السعودي. ألف ألف مبروك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين محمد بن سلمان آل سعود والشعب السعودي حكومة وقيادة. والله فرحتونا، فرحتوا كل الخليج وكل العرب وكل الأمة الإسلامية. فوزكم مو بس لكم مختصر على المملكة، لا والله للعرب كلها والأمة الإسلامية كلها. اليوم أنا كنت بشغل بالأمانة، والوالدة اتصلت فيني قالت لي أحمد أحمد أبشرك. قلت لها شنو؟ قالت لي بشارة. قلت لك بشارة؟ قالت السعودية فازت بكأس العالم على نياتها مرة كبيرة. والله مستانسة تقول السعودية فازت بكأس العالم. قلت لها قولي آمين إن شاء الله إن شاء الله ياخذون كأس العالم، ليش لا؟ مو قريب على السعودية. كفو كفو يا رجال السعودية.